السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير في احسن صحة وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل كيك برتقال من غير برتقال. معايا يلا بينا نشوف المقادير. معايا 2 كوب من الدقيق، 2 كوب إلا ربع من اللبن الدافي، 2.5 كوب من السكر، 2.25 كوب من الزبدة على زيت، و4 بيضات وفانيليا، و2 معلقة من النشا، وكيس بيكنج باودر، وكيسين فروتي اللي هو بالبرتقال. حابين طعم البرتقال يظهر، يعني يظهر، حط 2 كيسين زي ما انا عملت. حابين يكون طعم البرتقال خفيف هنحط 1 كيس. خلاص هنزل بالزبدة وهنزل بالسكر. انا هنا زودت كمان 1/4 كوب من السكر عشان حسيت ان السكر قليل، وهضرب كويس جدا لما احس ان القوام كله بقى لون كريمي. خلاص كده هضرب كويس لحد ما احس ان الزبدة ضعفت معايا واللون بقى كريمي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل هنا بكيس من الفروتي او كيس من البرتقال التانج. حابين زي ما قلت لكم طعم البرتقال يكون فيها ظاهر قوي وقوي وفي مزازة هنحط 2 كيس. حابين يكون طعم البرتقال خفيف فيها يبقى 1 كيس. احنا بنحبها تكون فيها مزازة كده وبرتقال ظاهر، حطيت 2 كيس. وبدأت اضرب لحد كله ما يدوب مع بعضه. انا لسه هنا ما حطيتش بيض ولا حطيت اي حاجه. هضرب كويس جدا لغايه لما احس ان كيس يعني الفروتي راح من قدامي وداب خالص. بعد كده هنزل ببيضايه بيضايه خلاص، وهضرب لغايه لما تختفي، وهكذا هنزل ببيضه بيضه ولحد ما تختفي خالص. حابين تدوبوا الفروتي بميه وتنزلوا بيه بدل اللبن مفيش مشكلة، بس في الحالة دي هنحط 2 معلقة لبن بودر. ليه؟ لان اللبن بيعزز الطعم. حابين زي ما انا عملت كده مفيش مشكلة خالص. عفوا. بعد كده نزلت بالفانيليا، وبعد كده هضرب كله مع بعضه. بصوا القوام عامل ازاي، بقى كريمي، يعني لسه ما حطيتش لبن، لسه ما حطيتش اي حاجة. بعد كده هنزل باللبن الدافي زي دمعة الاطفال كده، او الببرونة زي ببرونة الاطفال، زي الدافي زي الدمعه. وبعد كده هنزل بدقيق شويه بشويه، وبعد كده هضرب لغايه لما احس ان قوام الكيكه معايا مظبوط. يبقى كده الكيكه بتاعتي خلصت. انا مسخنه الفرن على درجه حراره 180 مسبقا، واول ما تدخل هنوطي شويه علشان خاطر تستوي على مهلها. وبعد كده هنزل بـ2 معلقة من النشا، وبعد كده بالبيكنج باودر. ونسيت اقول لكم حطيت 2 معلقة خل. الخل محسن حلو جدا جدا للكيك. وضربت كله مع بعضه كويس، وهو ده القوام اللي انا عايزاه. ايه رأيكم؟ بس كده، وكده الكيكة بتاعتي كانت خلصت معايا وجاهزة. حاجة خفيفة كده سريعة بعد الظهر الصبح مع كوباية شاي بلبن وخلاص على كده. اخر حبة من الدقيق عشان قلت القوام خفيف شوية فعايز يتقل. بعد كده جبت القالب بتاعي دهنته بزيت او زبدة وبدرته بالدقيق. وبعد كده هنزل بخلاط الكيك كله. بس يا رب الطريقة تعجبكم، متنسوش بالاشتراك واللايك وتعليق حلو منكم. انا كده نزلت بكل الخليط الكيك، هو ده الخليط اللي انا عايزاه، خفيف قوي ولا تقيل قوي. يعني اخبطها كده خبطتين كده على الرخامة عشان نطلع منها الهواء شوية وتكون متساوية. هدخلها الفرن على درجة حرارة زي ما قلت لكم 180، ونوطي النار شوية، واختبرها بخلة السنان. وكده خلصت معانا الكيك. ايه رأيكم؟ يا رب تعجبكم، وده بعد ما قطعتها. يا رب تعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ولاء. ومع السلامة، ما تنسوش التعليق والاشتراك.